السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب في الصف الرابع، اليوم سنأخذ درسا جديدا من دروس كتابنا لهذا الصف، والدرس هو في مادة القواعد. درسنا لهذا اليوم بعنوان دخول للتعريف على الحروف الشمسية والقمرية. بداية تعالوا معي لنتذكر للتعريف. كلنا يعلم أن للتعريف تتألف من ألف ولام، تمام؟ هذه اللام الموجودة في للتعريف لها نوعان. النوع الأول لام قمرية، والنوع الثاني لام شمسية. اليوم سنتعرف إلى الحروف التي تكون معها لام قمرية وإلى الحروف التي تكون معها لام شمسية. تابعوا معي هذه الأمثلة. انظروا معي بداية إلى هذه الكلمات. أول كلمة هي كلمة شمس، كلمة شمس. الآن سنقوم بإدخال للتعريف على هذه الكلمة. انظروا معي صغاري، طبعاً للتعريف دائماً تجلس في أول الكلمة وتتصل اللام بالحرف الأول من الكلمة. الشمس، الشمس. لاحظوا معي صغاري، هل ألفظ اللام في كلمة الشمس؟ لا، اللام لم تلفظ، نحن لفظنا الألف وذهبنا مباشرة إلى الشين، لم أسمع حرف لام في هذه الكلمة. طيب ننتقل الآن إلى الكلمة الثانية، كلمة تمر، أيضا سنقوم بإدخال للتعريف. إذا دخلت للتعريف تصبح التمر، التمر. أيضا ماذا لاحظنا يا صغاري؟ لاحظنا أن اللام في كلمة التمر لم تلفظ، نحن فقط وكأننا قرأنا ألف تاء، اللام لم تلفظ. أيضا كلمة سماء سندخل عليها للتعريف. لاحظوا معي الآن، سأقوم بقراءة هذه الكلمة بعد دخول للتعريف عليها. السماء، السماء. ماذا سمعنا أيضا؟ لم نسمع بلام في كلمة في ال. طيب إذن انظروا معي، ما هذه الحروف التي أتت بعد لام؟ في الكلمة الأولى الشين، وفي الكلمة الثانية التاء، وفي الكلمة الثالثة السين. طيب هذه الحروف كيف لفظناها؟ لفظناها مشددة. ما معنى مشددة؟ أي أننا لفظناها مرتين، مرة ساكن وأخرى وآخر متحرك. الش، الت، الس. إذن ماذا يمكن أن نسمي هذه الحروف التي تأتي بعد لام ولا تلفظ معها لام؟ نسميها حروفا شمسية، نسميها حروفا شمسية. طبعا الحروف الشمسية لها أيضا مجموعة ثانية غير هذه التي نتحدث عنها في درسنا، وهي التاء والساء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. هذه الحروف الكثيرة متى ما جاءت معها لام أو سبقتها للتعريف فتكون حروف شمسية. ما معنى شمسية؟ أي أن لام لا تلفظ معها، وأيضا تشدد هذه الحروف. ما معنى تشدد؟ أي نضع فوقها شدة، نضع فوقها علامة الشدة، تمام؟ الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الأمثلة. انظروا معي إلى الكلمة الأولى، قمر، علبة، حقل. طيب الآن سنقوم بإدخال أيضا للتعريف على هذه الكلمات. قمر، القمر. طبعا قلنا أن للتعريف دائما تجلس في أول الكلمة. طيب علبة إذا دخلت عليها للتعريف تصبح العلبة، العلبة. أيضا حقل، الحقل. لاحظوا معي صغاري، هل لفظنا اللام هنا؟ ال، ال. نعم اللام تلفظ هنا. القمر، العلبة، الحقل. وليس كما حدث معنا منذ قليل أن اللام لم تلفظ، هنا اللام لفظناها. طيب هل أتى الحرف الذي بعد اللام مشدد؟ لا، لم يشدد الحرف الذي أتى بعد اللام، لأن اللام بالأساس
لفظت هنا في هذه الكلمات. طيب ماذا يصح أن نسمي هذه الحروف التي تأتي بعد لام والتي تلفظ معها لام؟ يمكن أن نسميها حروفا قمرية، وهي القاف والعين والحاء. إذن القاعدة الثانية التي نستنتجها من هذا الدرس أن الحروف التي تلفظ معها لام للتعريف مثل القاف والعين والحاء تسمى حروفا قمرية، وهي أيضا مجموعة كبيرة من الحروف، ليست لا تقتصر فقط على القاف والعين والحاء، بل هناك حروف ثانية تسمى بالحروف القمرية، وهي الباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. إذن صغاري هذا هو درسنا لهذا اليوم، أرجو منكم أن تتابعوا الدرس جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.